يقول هذا السائل: عندما نجلس في التشهد هل نحرك الإصبع من بداية الجلوس إلى بداية السلام، أم نرفع الإصبع عند إثبات الوحدانية لله؟ وماذا في هذا جزاكم الله خيرا؟ هو كذلك يترفع الأصبع عند مرور لفظ الجلالة في التشهد والدعاء إشارة إلى التوحيد، يرفعها ويحركها إن شاء أو لا يحركها، لأن هذا موضع خلاف، وتحريكها عند بعض أهل العلم سنة، إذا لم يحركها فلا شيء عليه.